أهلا بكم في هذه الحلقة من فايندر. فلسطين أرض التاريخ والحضارة ومهد الديانات السماوية، بها أكثر من 7000 موقع أثري مسجل، نصفها تقريبا يقع ضمن المنطقة المصنفة سي حسب اتفاق أوسلو، وهذا يعني أنها تحت السيطرة الإسرائيلية المباشرة. والنصف الآخر من هذه المواقع يقع ضمن المواقع المصنفة A و B، أي تحت السيطرة الفلسطينية. وسواء وقعت هذه المواقع حسب التصنيفات هنا أو هناك، فإنها تعاني من إهمال من قبل الجهات الرسمية. من يتحمل هذه المسؤولية؟ وما دور كل جهات رسمية في الحفاظ على هذا التراث الوطني الإنساني؟ وهل الاحتلال والشماعة التي سنعلق عليها الأسباب؟ هذا ما سنحاول الإجابة عنه في هذه الحلقة. وبداية نتابع المقطع الأول من التحقيق الذي أعده الزميل رائد جمال موقدي بعنوان الآثار الفلسطينية بلا أثر. شبكة هنا القدس للإعلام المجتمعي، خدمة الأخبار المكتوبة الإذاعية التلفزيونية عبر موقع واحد www.hunalquds.net. فيها إهمال لم تأخذ وضعها الطبيعي، يعني مفروض الصبصتي تأخذ وضعها الطبيعي كمدينة أثرية، هذا تعادل مدينة جرش. هي في منطقة بي، في منطقة بي، وزي ما انتم شايفين مهملة. هاي المنطقة، هذا المكان، هاي المقبرة الملكية تعرضت في السبعينات لاعتداء من الإسرائيليين، حاول نقل هذه المقبرة إلى مساحة إلى منطقة الأثرية فوق، والآن المفروض هاي تكون منطقة بي تحت إدارتنا، المفروض تكون أنظف وأحسن وركز عليها إعلاميا. هاي المقبرة الملكية ومهمة. لمناقشة هذا الموضوع يسرنا أن نرحب بضيفينا السيد محمد عازم، رئيس مجلس الخدمات المشتركة لقرى شمال غرب نابلس وعضو مجلس بلدية سباستيا، والسيد صالح طوافشي القائم بأعمال مدير عام حماية الآثار في وزارة السياحة والآثار. كما نرحب بضيوفنا من بلدية نابلس وخبراء الآثار وطلبة الآثار من جامعة النجاح الوطنية والمهتمين. إذن جرش عام 1965 حصلت على المرتبة الأولى أثريا في الشرق الأوسط، أين هي الآن؟ سباستيا. نعم، يعني أول شيء بدي أشكر القائمين على إعداد هذه الحلقة والاهتمام في المواقع الأثرية وتحديدا سباستيا. سباستيا المواقع الأثرية فيها للأسف الشديد تعاني من إهمال وإهمال شديد وعدم اهتمام من الجهات ذات العلاقة، وبالتحديد لما بحكي جهات ذات العلاقة بحكي عن وزارة السياحة والآثار. سباستيا جزء من المواقع الأثرية تقع تحت السيطرة الإسرائيلية للأسف الشديد، من مناطق وتقسيمات بس السياسية. مش كلها، هناك جزء بحكي جزء فيه. صحيح جزء، والجزء الآخر يقع ضمن صلاحيات السلطة الوطنية الفلسطينية، يقع ضمن مناطق بي. وللأسف الشديد ما تعاني المناطق والمواقع الأثرية في مناطق سي تعاني منه نفس الشيء المواقع اللي تقع من مناطق بي. ليش أنا بعتقد هذا السؤال لازم يوجه للوزارة. هاي وزارة، تفضل سيد صالح. يعني مساء الخير للجميع. حقيقة أنا أولا في لتعقيب على التقرير وهو بعنوان فلسطين بلا أثر، تقديري في علامة استفهام علي أين أثر فلسطين، يعني أنا بقول إذا كان ما في أثر. بالعودة لسؤالك ولتعقيب الأخ محمد بخصوص سباستيا، يعني منذ نقل الصلاحيات عام 1994 للسلطة الفلسطينية بعد زوال الاحتلال، طبيعة الحال كان أحد أهداف الوزارة البعيدة المدى هي تطوير وتأهيل المواقع الأثرية، ومن ضمنها سباستيا، هذا الموقع المهم يعني في الشرق الأوسط وبالعالم. يعني موقع يعود بتاريخه إلى الألف الأول، إلى بداية الألف الأول قبل الميلاد، وهذا مهم جدا.
أدركنا أهمية هذا الموقع. للأسف الإسرائيليين لم يسلموا السلطة الفلسطينية حينذاك هذا الموقع بالكامل، استلمنا التجمع المدني وهو داخل البلدة. بس في مناطق في بي مصنفة بي تحت السيطرة الفلسطينية. نعم. شو نعمل فيها من 94 يعني 2015 سأجيبك بس 21 سنة شو عملنا؟ سأعطيك أنا فضل. إجابة تفصيلية عن الموضوع. بطبيعة الحال أدركنا أهمية هذا الموقع، بدأنا بالعمل هناك ووضعنا خطة تطوير مستقبلية لموقع سباستيا. بدأنا بعمل توعية عن هذا الموقع وإدراجه على مسار السياحة الداخلية والخارجية، هذا في بداية الحال. ومن ثم انتقلنا إلى المرحلة الثانية وهي عمل مركز تفسير في سباستيا، واللي هو أنجزناه بالتعاون مع بلدية سباستيا وبتمويل من الدول المانحة، وأيضا قمنا بترميم عدة مباني ووجهنا الممول إلى هذه البلدة في المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية بطبيعة الحال، وليس في المنطقة العلوية وهي المنطقة المهمة. ومن ثم انطلقنا إلى توعية الناس بأهمية أثار سباستيا ومسار يربط ما بين كافة المواقع الأثرية في سباستيا من البلدة القديمة وإلى الموقع الأثري وكل المعالم الأثرية. هذا جهد تطلب منا الكثير من الوقت لإبراز هذا الموقع. للأسف الشديد أنا بداية يعني زي ما حكيت أنت مناش نحمل الاحتلال شماعة بعض التقصير اللي بيصير، لكن الوزارة قامت بدورها بشكل كامل وتحديدا بسباستيا، ونحن في ظل الإمكانيات المتاحة قمنا بوضع خطة كاملة واللي قدرنا النفذة في سباستيا. لم نبخل على هذه البلد. كم تم تنفيذ من هذه الخطة نسبة مئوية؟ يعني أنا بدي أحكي بصريح العبارة، ومتى وضعت هذه الخطة كمان إذا ممكن؟ وللأمانة وللتاريخ سباستيا تحديدا أخذت من أكثر المناطق في الوطن من ناحية تمويل للمشاريع من جانب تراث ثقافي. ليش إذن اللي شفناه هلأ بالتحقيق حشائش نفايات إهمال تام؟ يعني أنا بدي أحكي بصراحة، أنت ذكرت بتقريرك أنت 7000 موقع أثري، أنا بقول لك هي أكثر من 10000 موقع ومعلم أثري بالأراضي الفلسطينية، وهذا موثق لدينا، وهناك أكثر من 60000 مبنى تاريخي بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67. إذا بدك تحكي عن تأهيلها بالكامل تتطلب موازنات كبيرة جدا. نحن نعرف الحالة الفلسطينية والآن نعاني في الوقت الحالي من ضائقة مالية على الرواتب، يعني القرصنة الإسرائيلية والاحتلال الإسرائيلي بحاربنا بلقمة عيشنا. هلا كل الموازنة اللي بتقدمها الحكومة نستثمر بها بالمواقع الأثرية القابلة للتطوير والتي وضعت ضمن الخطة التطويرية لوزارة السياحة والأثر. سباستيا موقع كبير وضخم، حاولنا التدخل في الموقع الرئيسي، الموقع الأثري الرئيسي، منعنا وهذا موثق لدينا من قبل الجيش الاحتلال، طردت طواقمنا من الموقع والآن هو يعمل فيها ونحن لا نستطيع العمل فيه. وأنا بأكد مش شماعة الاحتلال، لكن العمل الذي وضعناه كخطة في وزارة السياحة والأثار أنجزناه بالفعل في آخر سنتين، والآن سنقوم بافتتاح مركز التفسير وأيضا هناك متحف نقوم بتأهيله، والآن هو شبه جاهز وبدأنا بالعمل على عرض المواد فيه بالتعاون مع بلدية سباستيا ومسار أيضا ومسار تاريخي، وهذا كله يعني جاء من اهتمام وزارة السياحة بهذا الموقع تحديدا. طيب سيد محمد عزيز، أول شيء هل أنتم راضون عن ما أنجزته الوزارة حتى الآن؟ بعدين النفايات هاي الموجودة مسؤولية مين؟ لا تستطيع بلدية سباستيا تبعت عاملين أو ثلاثة كل أسبوع؟ بكل تأكيد النظافة داخل حدود بلدية سباستيا مسؤولية بلدية سباستيا، ما بننكر هذا الشيء، لكن إحنا لما بنحكي عن المواقع الأثرية فالمواقع الأثرية بحاجة إلى شراكة وتعاون مع الجهات ذات العلاقة في هذا الموضوع، لأن أنا ما بقدر أنزل أي عامل على موقع أثري يعمل أي شيء في الموقع الأثري ويتحمل البلدية مسؤولية هذا الحكي. وللأسف الشديد واجهنا إشكاليات مع الوزارة في هذا المجال. بما تفضل أخونا فيه وحكى في موضوع المركز التفسير، أنا بحكي موضوع مركز التفسير. مركز التفسير تم إنشاءه على حدود منطقة سي في منطقة بي على الساحة الرئيسية في سباستيا. هذا المركز تم إنشاءه في 2012، لغاية الآن هذا المركز لم يفتتح. ليه؟ بعرف إيش، يعني بعد 18 سنة من وجود السلطة الوطنية، بعد 18 سنة من وجود السلطة الوطنية الفلسطينية لا يوجد مادة علمية معدة من جهة رسمية اللي هي وزارة السياحة والآثار، لا يوجد مادة علمية تحكي عن المواقع الأثرية في سباستيا. طلبنا هذا الشيء، طلبنا إعداد بروشور يتم تداوله للسياحة الداخلية والسياحة الخارجية في سباستيا، لحد اللحظة هذه ما في عندنا بروشور. في موضوع المواقع اللي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية، نعم أنا هناك في منع كل المؤسسات ذات العلاقة الرسمية، مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية وبلدية سباستيا كذلك كمان ممنوع منعا باتا العمل في ظل وقت في نفس السياق الإسرائيليين
وتحت اسم مسمى الحدائق العامة الإسرائيلية بيعملوا في الموقع. في الموقع الأثري. لكن كان بإمكان من خلال مراسلاتنا مع الوزارة بإمكانهم أنهم يتراسلوا مع الإسرائيليين من خلال الارتباط أو من خلال أي جهة ويزودونا بأي شيء. لكن إحنا راسلنا برضو ما جينا شرط. بما يتعلق بالمشاريع، في عندنا مجموعة من المشاريع تفضل حكي عنها، كان المفروض أنه تبلش مع بداية 2014 ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية. كان في عندنا مجموعة من المشاريع مصادقة، لكن المشاريع ما بتم تحويلها على صبستي. صبستي صح من 7000 موقع أثري، لكن صبستي من المواقع اللي رقم واحد في المواقع الأثرية في فلسطين. في عندنا مجموعة من المشاريع المنطقة كلها مش بس فلسطين. بالضبط. هلا صبستي يعني ضمن الاتصالات مع وزارة السياحة ومع الجهات المانحة ومن ضمنها الوكالة الأمريكية للتنمية، كان في عندنا مجموعة من المشاريع المفروض أنها تبلش مع بداية 2014. هذه المشاريع اتوقفت على صبستي وتحولت الى جهات اخرى، ما بعرف شو الاسباب. اذا في عندهم جواب وزاره السياحه يعطونا جواب على هذا الحكي، واحنا طبعا كل شيء ماسكين ومراسلين وزاره فيه. طيب تفضل سيد صالح. يعني بروشور لحد الان ما في يروج للسياحه في صبستي. نعم يعني اخ محمد يبدو متحامل قليلا على اداء الوزاره. لا مش متحامل، لكن انا اكدت في بدايه حديثي بان صبستي ضمن الامكانيات المتاحه لنا كسلطة فلسطينية كسلطة وطنية فلسطينية أعطيناها اهتماما خاصا ومميزا. بظل الإمكانية بروشور حتى الآن سأكمل لك على البروشور للمواقع. إذا سمحت خلينا أكمل لأن عندي الإجابة. أنا مركز تفسير اكتشفنا بطبيعة الحال أنه يقع ضمن الصلاحيات الإسرائيلية، هاي المشكلة. فجأة اكتشفنا أن عنا نقدر نشتغل بهذه المنطقة، فرحنا عملنا المركز التسير إلى. سأتحدث أنا بصراحة معك وأنا موجود وأتحمل حديثي يعني مسؤولية حديثي. الموقع مركز التفسير أنا كنت رئيس البلدية في 2012. أنا من قمت بهدم الموقع الإسرائيلي اللي كان فيه موظف إسرائيلي. في هذه اللحظة أعطيته كتاب أمهلته أسبوع إخلاء الموقع ولا تقوم بجرفه. أي عام في 2012. طيب أنا من أخلى الموقع الإسرائيلي اللي كان فيه موظف التابع لدائرة الآثار الإسرائيلية بداوم فيه. أنا من قمت بإخلاءه. طيب ماشي. هل أنا في هذه اللحظة تم البناء؟ إذا سمحت لي يعني طبعا. أنا ما بحكي هاي الحقيقة 100%. إحنا جينا عملنا مركز تفسير من 2012 جهزناه والآن هو جاهز ويستقبل المواطنين ويستقبل الزوار، ما في أي مشكلة. بنينا هذا المركز، مع العلم كنا نفكر أن الإسرائيليين حيجوا يهدموا، لكن بإصرارنا بإصرار أهل البلد بإرادة الشباب والإخوان الموجودين في صبستا بنينا هذا المركز. نعم هذا موجود ورفضنا الوزارة رفضته بموظفين وأيضا تمويل كامل بتجهيزات من كمبيوتر من تلفون من معدات من كل شيء. بخصوص موضوع البروشور، البروشور حسب معلوماتي أنا كنت أتحدث أنا والشباب أن البروشور جاهز بالوزارة الآن بطبيعة الحال. يعني حتى يعلم الجميع إعداد مادة تاريخية عن أي موقع ليس بالسهولة، هناك مادة تاريخية نحن ندافع عن روايتنا الحقيقية والموضوعية. عندما نعمل بروشور مش أي واحد يعني بيجي بقطب نص وبقدم هذا يريد أن يرى. لا 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 وجود السلطة أنا مش عارف أعمل. دعني أوضح. هلا في 21 سنة اهتمينا بمواضيع كثيرة في صبستيا. البروشور عندما جاء وهو جاهز الآن للعلم. أول شيء لازم للعلم ماشي البروشور. لماذا ما إحنا لا يوجد لنا صلاحيات على صبستيا؟ أجي أرمي البروشور بالطريق وصل لنا الآن أصبح. وزع على المدارس. نعم صحيح نوزع نشرات وكتبنا الكثير من النشرات عن بسطة. والآن البروشور جاهز من النوع الجيد وهو مراجع وتم الاتفاق عليه وهو الآن بالطباعة، وخلال أسبوع أو أسبوعين سيتم نشره وتزويد كافة المراكز فيه. هلأ المواقع التابعة للسيطرة الإسرائيلية هي حقيقة واقع. الموقع المهم في صبستي هو تابع للسيطرة الإسرائيلية. رح نرجع نكمل هذا الموضوع، نأخذ كمان مداخلات من الجمهور، لكن خلينا نشوف الجزء الثاني من التحقيق. عندنا هنا اللي هو موقع الأمفيثياتر والهيبدروم وهم مبنيين مهمين.
تقع هذه المنطقة ضمن منطقة A مصنفة حسب اتفاقية أوسلو لعام 1993. كما نشاهد في هذه المنطقة مهملة ومهجورة ولم تلاقي أي اهتمام من قبل الجهات الرسمية والسلطات المختصة في مجال الأثار. هذا المبنى يعود بتاريخه إلى أواسط القرن الثالث قبل الميلادي. لدينا هون اللي هو المجمع، مجمع على الدوار البني فوق على أنقاض أثار رومانية. بالرغم من أهميته الأثرية إلا أنه تم تهميش هاي المواقع وبناء فوقها مجمع ضخم يستخدم كمجمع للسيارات. هاي منطقة تعود مسؤولية لوزارة السياحة، مسؤول عن هاي وزارة السياحة الفلسطينية، هي مفروض تأخذ دورها كما تعودنا. قامت في مشاريع في سبسطي مشكورة، لكن هذا مش هذا المكان اللي يتعرض لإهمال، بنشدهم إنهم يعتنوا به. ووزارة السياحة والأثار لها دور صلاحيات كبيرة في هذه المواقع الأثرية. بالرغم من كل ذلك إلا أن هذه المواقع ما زالت على حالها كما كانت في خلال فترة الحكم الاحتلال الإسرائيلي. إذن كما شاهدنا مواقع أثرية تقع في وسط مناطق السيطرة الفلسطينية، منطقة مثل مركز مدينة نابلس. حابين والله نسمع رأي بلدية نابلس، ليش هذا الإهمال لمواقع أثرية في وسط المدينة؟ شكرا على هذا البرنامج وشكرا للسماح الحديث حول هذا الموقع الهام جدا، ربما أحد أهم المواقع في وسط مدينة نابلس. حابب أحكي للنقطة الإيجابية حول الموقع هذا، إنه بعدين بحكي للسلبية ليش الموقع هذا متروك. الحقيقة إنه إشكالية الملكيات للأراضي في فلسطين عموما وتحديدا في هذا الموقع وارتفاع سعر الأرض هو عائق رئيس بسبب أو يسبب عدم الاستغلال المناسب لهذا الموقع. ولكن النقطة الإيجابية مؤخرا أنه تم عقد لقاء مع وزارة السياحة والآثار بهدف البحث عن حل لكيفية الاستفادة من هذا الموقع الهام، وتم الاتفاق أن يتم التواصل مع المالكين لقطع الأراضي هاي، وطبعا نحكي عن ملايين من المبالغ قيم الأراضي، بحيث أنه يتم استفادة منها من خلال أبنية تسمح بالحفاظ على الموقع الأثري، وبالتالي يرفع البناء فوق الموقع الأثري ويصمم البناء بحيث يمكن الاستفادة من الموقع الأثري بزيارته بما يناسب أهميته. ويضاف إلى ذلك أن حق بلدية نابلس بالخدمات أو بنسب الأراضي، اقتطاع نسبة الأراضي أفقيا تحول لاستفادة بشكل عمودي أو في الطوابق العليا. كما تعلمون أن ما يفرق أو ما يجاور قطع الأراضي هي شوارع، وهي من حق النفع العام. المساحة التي تستغل من قبل المالك من هذه الشوارع تحول إلى مساحات أفقية لخدمة النفع العام أو الخدمة العامة تديرها بلدية نابلس. هناك اتفاق مع الجهات من ناحية فنية، ولكن يبقى الاتفاق المالي مع المالكين. ما في مجال يتنظف مثلا، احنا شفنا الحشائش طويلة، القمامة ترمى ايضا من باعي الخضار المجاورين. باعتقادي انه هذا موضوع التنظيف، قبل ما نسأل قبل مسؤولية التنظيف نسأل مسؤولية التخريب والتوسيخ.
فبالتالي المسؤولية بالأول على من يلقي النفايات، وباعتقادي أن القانون واضح بهذا الخصوص، ولكن السلطة التنفيذية السلطة التنفيذية التي لها الحق بمخالفة من يسبب الإشكالية في تخريب الموقع أو بإلقاء النفايات بالموقع، هنا في نقص. وأعتقد هذا نداء يوجه إلى السلطة التنفيذية حتى لو زادوا عدد الموظفين أيضا من خلال المخالفات بتغطوا رواتبهم، وهذا بضيف نقص في البطالة وبضيف إمكانية حماية للمواقع الأثرية. طيب شكرا شكرا. بناخد كمان إذا في سؤال أو مداخلة صغيرة بداخلة، بتفضل ناخد سؤال بس بسيط سريع بعدين نعطيك المجال. محمد جرادات من وزارة السياحة والأثار. تفضل. أنا اللي بدي أحكي يعني لما نحكي فقط عن القمامة أو الحشائش في المواقع فإحنا بنصغر الموضوع كثير. إحنا بالنسبة لنا في وزارة السياحة والأثار وتحديدا في دائرة الأثار الموضوع هو أكبر من هيك، هو تعدي وتدمير للأثار. للأسف الشديد إن البلديات المتحاملة كثيرا على أداء الوزارة ودائرة الأثار، كثير من البلديات والمجالس المحلية هي ساهمت في تدمير الأثار الفلسطينية داخل حدودها، وهناك أمثلة كثيرة في الضفة الغربية وحتى في قطاع غزة عن تدمير الأثار المتعمد اللي شهدنا فيه حتى داخل هذه المدينة. وأنا أستذكر شارع الأعمدة في سنة 99 في نابلس أزيل بالكامل، شارع الأعمدة للمدينة الرومانية. هناك مباني تاريخية أزيلت في منطقة الخليل، أزلت بعض البلديات. هناك تعديات أيضا من قبل المجالس المحلية. أنا في رأيي أن لا علينا أن نناقش. نعم وزارة. ماشي. أنا يعني بدي بس أكمل الفكرة إن فقط الموضوع مش فقط رمي نفايات. نعم. أصل القانون المعمول فيه في القانون القديم، قانون 66، هو قانون قديم بحاجة إلى تحديث. فبناء عليه موضوع حماية الأثار بما إنها ملك للشعب الفلسطيني فهي مسؤولية كل الشعب الفلسطيني بكل مؤسساته، سواء الجهة الرسمية أو المجتمع المحلي أو حتى المؤسسات الأكاديمية. خلينا بدنا نحكي هلا بعد شوية ماشي عن القوانين. أنتم المسؤولين الأول والأخير عن موضوع القانون. القانون من 50 سنة لكم، 21 سنة كوزارة تحت سيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية، ما قدمتوا مشروع قانون لغاية الآن. هلا بدي أحكي لك على مواد القانون، على العقوبات اللي في القانون، ما تحركتوا لغاية الآن نهائياً. أنتم بتحملوا المسؤولية الأولى كوزارة. نعم. أنا بدي أحكي كمان عن إشي، يعني هذه الأوضاع اللي فيها بتمر فيها الأثار أو التعديات هي جزء من حالة عامة بتشهدها كل فلسطين. يعني لا يمكن معالجة موضوع الأثار بمعزل عن معالجة مواضيع أخرى. بخصوص القانون، إن في قانون جديد تم طرحه ولكن لتعطيل المجلس التشريعي على مدى أكثر من 7 سنوات حال دون إقرار. طيب هذا القانون. طيب شكراً شكراً. هذا القانون إحنا كمان اللي بتحكي فيه، هذا قانون وعد سنة 2000، يعني صار له 15 سنة ولم يقدم لأي جهة تشريعية، لا لرئاسة الوزراء، لم يقدم إلى المجلس التشريعي. وفي 2004 أعد. أنهي بال 2004 لكن بدأ بال 2000، يعني أصبح قانون قديم، يجب تحديث القوانين. ليش هذا التراخي والتأخير في هذا الموضوع؟ بعدين موضوع العقوبات، يعني إذا إحنا موضوع قانون العقوبات الأردني لغاية الآن وما أصدرته أو ما طلبته إصدار مراسيم من الرئيس في ظل تعطيل المجلس التشريعي، شو يعني إذا شخص سرق أثار أو شوه أو أتلف أو حجب غرامة 20 دينار أردني؟ شو يعني إذا اكتشف أثر ولم يبلغ عنه غرامة 20 دينار أردني؟ يعني إحنا هيك بنشجع سرقة الأثار والتنقيب غير الشرعي. تفضل. يعني احنا بنشجع ما بنشجع، بالعكس احنا واقفين كل طواقمنا وكل المجتمع المحلي وهذه المؤسسات العامله بالاثار من اجل حمايه هذا الموروث الثقافي للشعب الفلسطيني بالقانون. لكن ليش القانون القانون نعم، منذ استلام الصلاحيات كانت بطبيعه الحال هناك اوامر عسكريه ساريه في الاراضي الفلسطينيه، أوامر من الاحتلال ألغناها فورا إحنا، وعدنا للقانون الأردني لأنه هو القانون الأقرب إلينا. يعني هي قوانين بس قانون أردني من الخمسينات. نعم. أنا قانون أردني مثلا بحكي لك أنه أي واحد يمكنه التنقيب. نعم. عن الآثار. نعم. يدفع كفالة. ماشي. أي شخص يمكنه تصدير الآثار برخصة على أن يدفع رسوم 15% من قيمة الآثار لا تقل عن 50 فلس.
سأخبرك بما عملت الوزارة في موضوع القانون. نعم وجدنا أن هناك إشكالية كبرى في القانون المعمول به وهو القانون الأردني اللي هو متقادم جدا وتحديدا في بند العقوبات هناك إشكالية كبرى. بالفعل قامت الجهات المختصة بالوزارة يعني الدوائر المشتركة بعمل مسودة للقانون الجديد وهذا بعام 2000 وللأسف دخلت الانتفاضة وانتهت الحالة لأن المجلس التشريعي تعطل. بحاجة إلى قانون جديد. سأقول لك ماذا عملنا على الأقل عشان نعم. أنت تعذرنا يعني ما تجلدناش أكثر. قمنا أيضا بإعداد قانون عصري نعم. حديث دمجنا نوعا من التراث الثقافي وليس الأثار لنحمي كل هذا الموروث الثقافي الفلسطيني. وبالفعل قامت مؤسسات أكاديمية بإعداده وعقدت ورشات عمل وطنية إعداده وهو جاهز الآن. هلا سنقوم بتقديمه لأخذ موافقة سيادة أو فخامة الأخ الرئيس أو المجلس التشريعي للمصادقة عليه وهو قانون عصري يحمي الآثار وأيضا يحافظ على حقوق مختلف تماما. هو قانون متطور وبناء على ورشات عمل. هذا جهد الوزارة والمفروض أن ما حدا ينقره بتقدير كل المؤسسات الأكاديمية شاركت بورشات العمل هذه. سيد محمد في يوجد أدلاء سياحيين مؤهلين في منطقة سباستيا؟ أدلاء مؤهلين حاليا لا. لا يوجد. احنا ضمن الاتفاقية مع وزارة السياحة والآثار بما يتعلق بالمتحف في اتفاقية أيضا بأنه يكون في عنا أدلاء سياحيين تكون بالوزارة بتأهيلهم ويكونوا في المتحف وفي نفس الوقت هم يكونوا برضو أدلاء سياحيين في المواقع الأثرية. لكن بدي أحكي في الموضوع اللي بتعلق في المشاريع اللي تفضلوا حكيتوا فيه. هلا المشاريع اللي بتيجي على أي هيئة محلية بما يتعلق بالسياحة أو بنية تحتية أو خلاف ذلك وتيجي من خلال الوزارة. المشاريع اللي بتم تركيزها في سباستي حاليا مش بالحجم المطلوب لسباستي. يعني صحيح في هناك أعمال ترميم وأعمال صيانة في البلد القديمة في سباستي الواقع تحت السيطرة لكن هذه مش بالحجم ومش بالشيء المطلوب. أكبر دليل على ذلك التقرير اللي كان قبل شوية وخاصة فيما يتعلق في المقبرة الملكية. بموضوع الشراكة احنا مش متحامين على وزارة الآثار. أكبر دليل على ذلك احنا وقعنا معهم اتفاقية للشراكة في إدارة المتحف وتسليم القطع الأثرية الموجودة في مبنى البلدية ويتم إدارتها من قبل وزارة السياحة والآثار. نعم. في أدلة سياحية بتأهلوا سيد صالح؟ طبعا الأدلة السياحية كم يبلغ عدد الأدلة السياحية؟ والله أنا يعني هناك المئات من الأدلة السياحيين هذه تم تأهيلهم على فترات سابقة وليس بس حسب علمي أنا يعني دورات نعم هناك دورات وهناك لا. اختيار يتم بعد خضوع أي دليل سياحي لامتحانات تم عقد دورات ومن ثم امتحانات وتقوم لجنة مشرفة بإعداد هؤلاء المدربين ومن ثم تخريجهم. هناك الكثير من الأدلة السياحية للمواقف الفلسطينية. شكرا. نأخذ مداخلة سريعة تفضل وبعديها بناخذ الجزء الأخير من التحقيق وبدنا مشاركة طالبات وطلاب الآثار كمان نسمع رأيهم. تفضل. مساء الخير للجميع. أنا سامي دغلس من مجلس قروي بورقة. طبعا الاعتداء على الآثار هو بوخذ بصراحة له أربع أبعاد برأيي أو أربع أشكال. أولا في لا شك أنه أحيانا الجهل الشعبي يعني الناس بشكل عام إذا شافت قطعة أثرية أو حجر أحيانا بتدريش أو بتدركش شو بتعني لها هذه بتدركش أنه هذا جزء من تاريخها على هذه الأرض. في سبب ثاني اللي هو أحيانا بوخذ طابع سوء النية. إحنا بصراحة في عنا مافيا تجار آثار هذولا كلياتهم مشبوكين مع تجار آثار إسرائيليين وللأسف الشديد هذولا المافيا من 40 سنة أو أكثر خلقوا جيش من المرتزقة بصراحة كل شغلهم معيشتهم على الآثار يعني بيبحشوا آثار ما بطل يصير لهم مجال رزق غير هذا الواقع. وفي سبب ثالث اللي هو رسمي إهمال رسمي. يعني أنا ما بعرف إذا الأخ صالح بيقول كديش في موازنة بوزارة السياحة هل في عندهم مثلا قسم لشراء الآثار والاحتفاظ فيها وبناء المتاحف بدل ما تروح على أوروبا ولا تروح على المتاحف الإسرائيلية. والجزء الرابع سياسي. أنتوا بتعرفوا أنه إحنا كمان آثارنا بتعرفوا كيف أنتوا السائح كيف اليهود بيخوفوا لما بده يجي على بيت لحم وهذا. وبالتالي يعني أنا في عنا إحنا موقع أثري مهم جدا اللي هو محطة سكة حديد الحجاز المسعودية. نعم. هذيك اليوم أحد الشباب يعني الصحفيين الجداد نزل صورة من 1976 وهو بيجن قبل ما يصير رئيس وزراء حتى من ضمن حملته
الهذا بتشجيعه للاستيطان أجا زار المسعودية، وكان طبعا عليها صراع وإحنا تصدينا لهم إنه بيعملوها بؤرة استيطانية. إحنا الحمد لله من سنتين بلجنة إعمار المسعودية ومجلس قرى وبرقة مدعو مشكورين من مؤسسة الرؤية ومن الاتصالات الفلسطينية ومن جهات عديدة، صرنا حاطين 200,000 شيكل تطوير على لعملها حديقة عامة. ولكن إحنا بصراحة كمان معنيين نشجع بيها البنى بذيالها حتى يصير يعني هناك شبه قرية من أهالي برقة وأهالي كل الناس، حتى في أراضي كثير انباعت للناس. وهذا الحكي بصراحة بدنا تمديدات مي وكهرباء، يعني أجت بلدية نابلس عملت بير بعيد عنا كيلومتر، ولكن يمكن من الصعب علينا أنه إحنا نأخذ كمان مي وكهرباء نزود حي جديد مقابل محيط. لكن بدي أقول شغلة مهمة يعني مثلا، لكن بشكل عام هو بيعرف الأخ محمد أنه برقة هي جارة سبستي، إحنا أراضينا متداخلة. إذا كانت الآثار المكشوفة موجودة في سبستي، فكثير من الآثار المخفية تحت الأرض موجودة ببرقة. يا إخوان أنا كان أيام الاحتلال يتوقف دورية عندنا في برقة ويقولوا لي وين رفيف مثلا، يسألوني أو يسألوا واحد وين عين رفيف، في عندنا عين مي أثرية رومانية اسمها عين رفيف، يعني أحيانا ما نرضاش وأحيانا ندلهم. أنا لحد الآن هاي العين موجودة وفي عندنا عشرات العيون، ما عمرها السلطة أو وزارة السياحة شافتها. ولكن يعني خلينا نتحدث، طبعا احنا بنعرف انه مش دائما حتى عند السلطة الامكانيات واردة، ولكن يعني منطق التبريرات لازم احنا نتخلص منه. يعني مثلا الاستاديوم اللي هو سباق الخيل في سبستي، هذا كله منطقة بي، لماذا لا يتم اكتشافه في هذا مثلا؟ اشياء كثيرة مثلا الطليان مرة كشفوا بجنب الجامع فسيفساء، وهذا يعني احنا كمان بدنا خطوات عملية. واسف على الاطالة يعني. ابدا شكرا سيد سامي. اذا هذا طبعا بلا شك مسؤولية مجلس الخدمات المشترك جزئيا والوزارة، ونتابع الحديث في هذا الموضوع بعد ان نشاهد الجزء الاخير من التحقيق. بس تعرضت من فترات طويلة بأيام الاحتلال لسرقات كثير من الآثار من الأعمدة، سرقت من بلدنا من تماثيل. يعني المطلوب، يعني المطلوب مننا هو العمل بصورة أكبر وبصورة منظمة أكثر. يجب أن يكون هناك رؤية وتبني من قبل الحكومة واضحة ومربوطة أيضا بميزانيات وببرامج للحفاظ على هذه الآثار. بدون ذلك ستبقى هذه المواقع مهملة، المواطن يعني لن يتطوع لحماية هذه المواقع أو تنظيفها ما لم يكن هناك في برامج واضحة. بصير هنا في عصابات المافيا، في مافيات هنا أثار اشتغلوا بالصب أخيرا لصالح العدو، العدو الإسرائيلي، لأنهم يعني معنيين بتزوير التاريخ والآثار. حتى هنا سبستي فيها شيء مميز جدا، إن مقام النبي يحيى واليونسكو وضعها على خارطة السياحة، واليونسكو وضعها خاصة السياحة الدولية. القانون الآثار المعمول فيه هو القانون الأردني القديم، قانون رقم 1 لسنة 1966. يجري الآن تحديث هذا القانون، المسودة جهزت طبعا وهي بحاجة إما لإقرار المجلس التشريعي أو بتوقيع الرئيس. وكما نعلم يعني أحيانا دائما نحاول نتهرب من الوضع السياسي، ولكن للأسف أن الوضع السياسي ما زال يخيم على جوانب كثيرة. يتم العمل من قبل وزارة السياحة والآثار على حماية الآثار ومواقع التراث الثقافي في أيضا في المناطق جيم أو المصنفة جيم حسب اتفاق أوسلو،
وعلى يعني على الأقل حماية هذه المواقع. وفي المناطق ألف وباء هناك تجري أعمال تنقيب وتأهيل لبعض المواقع. إذن كما شاهدنا واستمعنا هناك أيضا اعتداءات بالبناء على بعض المواقع الأثرية أو بقرب المواقع الأثرية دون أن يتم تحديد الحدود الصحيحة لهذه المواقع. مسؤولية من هذه؟ سيد صالح وسيد محمد كمان. يعني المواقع الأثرية كما ذكرت هي آلاف، أكثر من 10,000 موقع ومعلم أثري في الأراضي الفلسطينية. وزارة السياحة والأثار في آخر عدة سنوات أوقفت عمليات تدمير في المواقع الأثرية. هناك تحسن ملحوظ في آخر سنتين تحديدا على وقف الاعتداءات وأيضا وقف تهريب وسرقة الأثار. حتى أكون صريح معك، هناك مناطق تتعرض فيها المواقع الأثرية للاعتداء وتم البناء ليس من أفراد فقط وأيضا خلينا نحكي إحنا أي مجلس بلدي أو قروي أو واحد بده يبني باخذ إذن الأول من وزارة السياحة؟ هي الإجراء تيجوا تكشفوا الإجراء بطبيعة الحال يقدم الطلب للحكم المحلي سواء كان بلدية أو مجلس محلي، ثم ينقل إلى دائرة الآثار من أجل إجراء الكشف اللازم. كل نعم الطلبات البناء صحيح. نعم كلها بالموضوع كل. هذا يعني أي لجنة تنظيم وبناء سواء في مجلس خدمات المشترك أو في بلدية سبستي أو في أي بلدية عند لجنة التنظيم بناء لا يمكن منح أي ترخيص لأي مواطن دون موافقة دائرة الآثار. وقبل ما أي معاملة تدخل على لجنة التنظيم والبناء في البلدية بتنزع دائرة الآثار، لازم دائرة الآثار تكون خاتمة على المعاملة. كيف يعني بعطوا بيجوا بيكشفوا مثلا ممكن يشرفوا على موضوع الحفريات أثناء أساس أكيد البناء أكيد، أكيد. دائرة الآثار مجرد ما إنها دخلت المعاملة عندها بتفحص المعاملة، وقبل ما المباشرة في أعمال البناء بتبعث لجنة من عندها بتكون بالكشف على الموقع المراد البناء فيه. لكن هنا في موضوع الكشف لما بيكون عندنا المنطقة حسب طبيعة المنطقة. هلا المناطق المصنفة سي أصلا ما بتدخل لجنة تنظيم وبناء لأنه إحنا ممنوع نمنح تراخيص في مناطق سي. والمواقع الأثرية أو غير الأثرية إذا كانت واقعة في مناطق سي فهي أصلا ما بتدخل ضمن صلاحياتنا. يعني حصل إنه في ناس في مناطق سي بنت على آثار؟ أكيد 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 في ناس بنت على مواقع أثرية، وهذا الحكي موجود من ضمن المواقع سبستي. نعم في جزء من البناء. شكرا. أنا بدنا ناخذ ثلاث مداخلات نبلش منهم إذا ممكن. أشكر التلفزيون القدس التربوي على هذا البرنامج الهام، وأعرفكم على نفسي الدكتور لؤي أبو سعود في جامعة النجاح في قسم السياحة والآثار. في بداية حبيت أصلح معلومة ذكرت في البرنامج اللي هو حول عدد المواقع الأثرية في فلسطين. عددها 32,000 موقع أثري. 132,000 32,000 موقع أثري في فلسطين التاريخية. نعم. 6,000 موقع أثري في الضفة الغربية. الضفة الغربية. والباقي موزعين على قطاع غزة وعلى عرب الداخل. في شغلة ثانية حاسس إنه في هناك تضارب في الصلاحيات بين البلديات وبين وزارة السياحة والآثار. كيف التضارب؟ التضارب في اتخاذ القرار. أه. انا شايف إنه يفترض أن وزارة السياحة والآثار واحنا معها انها تكون هي صاحبة القرار في هذا المجال. وحصلت كثير أمثلة في نابلس عمليات بناء على الدوار رغم انه هاي المواقع الأثرية كانت لها أهمية كبيرة. القضية الثانية اللي بحكي فيها هو القانون الآثار الفلسطيني المعمول فيه لعام 1966. طب ما هم الأردنية عدلوا بالعام 1988، ليش تأخذوا على 66؟ هاي علامة استفهام حط عليها. وفي أنا بطالب بشغلة كثير مهمة إنه تتعاون جميع المؤسسات مع بعض، وأقترح تشكيل مجلس أعلى للآثار في فلسطين تتشارك فيه وزارة السياحة والآثار، وزارة الثقافة، البلديات، الخبراء والأكاديميين في فلسطين، من أجل مواضيع كثيرة وأهداف كثيرة من ضمنها أعطاء التراخيص، من ضمنها حفظ التراث الفلسطيني ومنع اندثاره وغيرها من الأمور كثيرة. يعني ممكن إنه هذا المجلس يكون بهذه المهام. فتشكيل مجلس أعلى للآثار عندنا في فلسطين على غرار مصر هي ضرورة ملحة
بصراحة يعني كثير مهمة. في آخر نقطة بخصوص إصدار حولية الآثار في الأردن، يعني دائرة حولية دائرة الآثار الأردنية موجود، يعني غريب إنه أنا بعرف إنه في دائرة الآثار شغالة عليها، ولكن إنه يفترض إنها تكون بعد 21 سنة إنه يكون في هناك حولية للآثار، حولية الآثار الفلسطينية، ووضع رقابة على كل ما ينشر حول تاريخ فلسطين وآثاره. شكرا لك. آخر الثاني. شكرا دكتور نزار أبو هرفيل. دكتور سيدي، أنا كإنسان أكاديمي، ما هي دور الجامعات؟ الآن كل اللي بنقرأه عن آثار فلسطين هي قصص، سواليف، قد تكون صح قد تكون غير موثقة. وين دور الجامعات؟ وين دور الأبحاث؟ وين رسائل الماجستير، رسائل الدكتوراه؟ هي مادة خام جدا، لا يوجد توثيق، لا يوجد أي دور للجامعات، ولا يعني هي أخذ عينات. تستطيع كل أقسام السياحة والآثار تروح وتأخذ عينات من المواقع وتعمل أشياء موثقة علمية مدروسة، أكثر ما إلا نقرأ كتيبات كثير منها. بصراحة أنا قرأتها كثير منها. شو التعاون بين الوزارة والجامعات؟ ولا شك إحنا على يعني بترول الضفة الغربية هي الآثار. لماذا دائما نقول إحنا إمكانياتنا محدودة؟ إحنا ما لماذا لا نلجأ إلى مؤسسات دولية؟ نتأكد رح نلقى استجابة، لأنها فيه اهتمام كثير فيها الآثار، فيها آثار يونانية عندنا ورومانية وبيزنطية وإسلامية. فبدا حركة، بدا جهد حتى إن شاء الله. شكرا دكتور نزار. تفضل. أحمد كايد من صبصتية. أهلا وسهلا. أنا بدي أحكي عن صبصتية، أن هي بلدية. إذا ممكن باختصار، لأنه بدنا نأخذ كمان مداخلتين على الأقل. هي صبصتية تعتبر كنز فلسطين الأثري، يعني مفروض تأخذ عناية أكبر من وزارة السياحة وتكون وجهة للسياح بشكل عام. صبصتية ارتفع ملفها لوزارة السياحة عشان تكون على خارطة اليونسكو. ليش وزارة السياحة لحد الآن ما قدمت الملف هذا عشان نحمي هذه البلدة؟ صبصتية من فترة طويلة بتتعرض لانتهاكات إسرائيلية ممنهجة، أولها بنقل القصة التاريخية إلى دول عربية مجاورة مثل قصة النبي يحيى، كمان بيعتدوا على المواقع الأثرية اللي هي السي، زي ما حصل العام دخل البلدوزرات على المدرج الروماني بحجة التنظيف والنظافة. نحن نعرف أن بلدية صبصتي مشكورة وقفت موظف عشان ننظف الآثار، ولأجل الجيش الإسرائيلي طردوه، وهو عشان يعطوا صورة أن نحن مش معتنين بالآثار. بنفس الأسلوب بيستخدم معنا اليهود في الأراضي المجاورة للمستوطنات، بيبعدوا الناس على أراضيهم، بيشتغلوا بالسياسي منهجي طويلة. في وزارة السياحة هل عندكم خطة تواجهوا هذه اللي بيقوموا فيه عدونا الإسرائيلي؟ احنا ما بنحمل العدو الشماعة، بس هي حقيقة موجودة. مفروض يكون عندنا خطة موجودة شاملة تواجه هذا اللي ما بيقوم به الاحتلال الإسرائيلي من طمس هويتنا، ثقافتنا، تاريخنا، حضارتنا، ونحن جزء منا، من كياننا، من وجودنا. واليهود هم فكرتهم اللي قاموا عليها هي قصة دينية بحتة وأثرية. مفروض هذا الموضوع مش بس موضوع هو سياحة قمامي مواقع، لا، موضوع ان نحافظ عليها بعدين انه نكشف مواقع جديده. انا ضد هاي. هلا يا دوب نحافظ على المواقع الموجوده، بدها ميزانيات كبيره نحافظ. انا في اعتقادي في الوضع الحالي افضل شيء ان الاماكن تكون موجوده. شكرا لك. بدنا ناخذ بلديه نابلس. لا، الوزاره مش نعطيها مجال. هاي السيد صالح بتكلم عن الوزاره. تفضل. مش مشكله، مش عندك تلفاليه. تفضل. يعني بدي أرجع شوي لموضوع الحلقة والنقاش، وهو حماية الآثار. وخليني أطرح موضوع مهم جدا، هو موضوع التكامل في العمل والشراكة بين المؤسسات ذات العلاقة من ناحية، ومن ناحية أخرى هناك علاقة مع المواطن يجب أن تتعزز، وهي بناء الثقة. وبناء الثقة ليس بالمنطق النرجسي، وإنما بمنطق الاستفادة. لو اجينا حكينا واحد بده يبني عمارة وطلع موقع اثري في الارض اللي هو بده يبني فيها، اول اشي بيجي صاحب الجرافة بقول له يا خلص اخلع بالليل او يوم الجمعة، بلاش يمنعوك تبني او بلاش يكلفك زيادة. هذا المنطق اللي بعض الناس بتعاملوا فيه هو باعتقادي اهم سبب يؤدي الى تدمير الاثار. ولكن بالمقابل يمكن ان يوجه صاحب الارض بان وجود موقع اثري في ارضه هو استثمار وزيادة قيمة، ويمكن القانون من الحفاظ على الموقع الأثري وبناء فوق الموقع الأثري بحمايته وتمكين الناس من استخدامه وتمكين الباحثين من توثيقه. وبالتالي اعتقادي أنه
موضوع الثقة هو جهل، يعني موضوع الثقة كانوا يرفع أعمدة ويكمل بناء ويحافظ على الأثار. هذا التوجه إذا تم تعزيزه في المدن والقرى باعتقادي يصبح زيادة قيمة وتمكين صاحب الأرض من الاستفادة من موقع الأثري لمنفعته ولمنفعة الوطن بالحفاظ عليه. موضوع الشراكة أيضا موضوع مهم، وأعتقد أنه التكامل في العمل ما بين وزارات السياحة والآثار والبلديات جزء مهم، والجامعة في التوثيق ورفض الوزارات بالأبحاث وتوجيه الأبحاث اللي بيقوموا فيها الطلاب بهذا الجانب أيضا جزء تكاملي. ولكن هناك جانب مهم يجب أن لا نغفله وهو القطاع الهندسي، حيث أن التصميم الهندسي وتمكين صاحب الأرض من بنائه من خلال تصميم مناسب، وبالتالي القطاع الهندسي جانب مهم يجب أن لا نغفله بهذا شكرا الاتجاه. شكرا. بدنا نأخذ بس مداخلتين من وراء بسرعة إذا ممكن. تفضل. أنا حمزة الحلو، محاسب لمعهد الإعلام العصري. تفضل. بدي أحكي أول إشي، بدي أسأل سؤال: كيف تتشكل الموازنة الفلسطينية، وما هي نسبة موازنة الاهتمام بالأثار في فلسطين؟ نعم. خصوصا أني بعرف أن أغلب الموازنة بتروح للجانب العسكري، واللي إحنا مش شايفين طبعا منا إشي، والحجة اللي دائما موجودة أن يعني الجانب الإسرائيلي بيحجز أموالنا. أنا بعرف أن برضو الضرائب اللي من الشركات الفلسطينية بتشكل نسبة كويسة لدخل السلطة الفلسطينية. هذا الإشي الأول. الإشي الثاني، في أنا بطلع من يوم ما أنا صحيت على الحياة بشوف يعني الوزارات كل واحد لحالها. باختصار إذا ممكن، لأنه بدنا نرد على الأسئلة اللي طرحوها على السريع. بس الوزارات كل واحدة بتشتغل لحالها، يعني أنا مش شايف تضافر بين الوزارات، تعاون ما بشوف بين الوزارات. هاي هو سؤاليني. بلش التالي. طيب. شكرا شكرا. في أي شيء سؤال طلبة الإعلام؟ اسمي ملك دويكات، طالبة إعلام تخصص علاقات عامة واتصال. عندي سؤالين وكتير بسيطات. طبعا. مدينة نابلس تاريخها برجع لأكثر من 5000 عام، إلا أنه لا يوجد متحف أو موقع أثري بخلد ذكراها أو بحفظ معالمها، وهذا السؤال بطرح نفسه، فحاب أعرف شو السبب. وتنين عندنا السؤال الثاني، هو تل بلاطة اللي تم وضعه على خطة الخارطة السياحية، إلا أنه حالياً غير مهيأ لاستقبال السياح، ممكن أعرف شو السبب؟ شكراً شكراً. إذن خلينا نبدأ من تل بلاطة. وفي تل بلاطة أعطيت رخصة للبناء على السور، وسئلت في الموضوع قلت أنه السور مش واصل، السور مهدم أصلاً. نعم صحيح. بخصوص تل بلاطة، يعني كل فلسطين ونابلس وكل الشعب الفلسطيني أدرك مدى الاهتمام التي توليه وزارة السياحة والأثار لتل بلاطة بصفة يمثل حقبة مهمة من تاريخ الشعب الفلسطيني. عملنا في السنتين الأخيرتين على تأهيل هذا الموقع. بعرفش أنت من نابلس، إذا كنت من نابلس مفروض أدركت حجم الشغل اللي تم في الموقع، وتم إعادة افتتاحه، والآن هو مدرج على خط السياحة الدولية والداخلية. نعم، وهناك يعني تم ترميم وبشكل كامل. نعم. يعني أهل بشكل كامل. هلا بالعودة لسؤالك بخصوص الترخيص الذي حدث، يعني أنا استغربت التقرير الذي نشر، واليوم بالمناسبة نزل رد عليه لتفنيد ذلك. نعم. بشكل كامل القطعة اللي تم الحديث عنها هي خارج الموقع الأثري أولاً، لأن الصحفي لو كان فقط زار الموقع الذي نشر التقرير لأدرك ذلك. هي موجودة بين المباني السكنية التي أنشئ عليها المخيم الذي يمثل حقبة من تاريخ الشعب الفلسطيني. ليست الآن للآن على خارطة الحماية من اليونسكو. سباستيا أعلناها كل الاهتمام، نحن انضممنا حديثا إلى اليونسكو. نعم، هناك قائمة وضعتها وزارة السياحة والأثار. نعم. لوضع المواقع الأثرية المهمة على لائحة التراث العالمي، ومن ضمنها سباستيا وأنتم تعلمون ذلك. لكن نعم. الملف سيتم تحضيره بالمستقبل، ليس الآن، ولكن أنا نأول الاهتمام بسباستيا. ما في متحف كمان في نابلس؟ نابلس هناك متحف في تل السلطان، في تل بلاطة عفوا. بس المتحف يعني، وأيضا اسمح لي أقول لك يجري الحديث مع الإخوان في بلدية نابلس على توفير مكان لإنشاء متحف موقع لمدينة نابلس، ونحن الآن بصدد مفاوضات مع خلينا نحكي عن الموازنات. شو الموازنات المتوفرة لحماية الآثار والعناية بها لدى الوزارة؟ خلينا نحكي أرقام. أنا بدي أحكي أرقام، بدي أكون صادق معك. أنا بآخر سنتين قامت الحكومة الفلسطينية مشكورة يعني حقيقة، وجهود معالي الأخت الوزيرة رولا معايعة، برفع موازنة التراث الثقافي. في السابق
لا أخفيكم، كان كل اعتمادنا على المشاريع الممولة وتأتي من الدول المنمّنة. هذه المشاريع كانت تأتي ليس فقط لوزارة السياحة والأثار، وإنما للجامعات، لكل المؤسسات العاملة بالتراث بسبب السياسة العامة للمانحين. أما الآن هناك تقدم، أرقام أنا حقيقة بعرف إنها ضعفت الأرقام، لكن ما عندي رقم تقدير، لكن هناك في السنتين الأخيرتين بسبب إصرار معالي الوزير على ذلك في الحكومة تم رفض برنامج التراث بموازنة أعلى من كافة السنوات السابقة، وباعتمادنا على المشاريع التي نجلبها من الممولين هناك نهضة في تأهيل وتطوير المواقع الأثرية. سؤال أخير، هل أنتم راضون عن الشراكة بينكم وبين وزارة السياحة والأثار؟ بكل تأكيد لا. الشراكة مع وزارة السياحة والأثار تترجم على أرض الواقع من خلال أداء وزارة السياحة والأثار في صبصية. هل وزارة السياحة والأثار قامت بدورها المطلوب في بلدة صبصية؟ أنا بحكي لك لا. صبصية بحاجة لبنية تحتية للحفاظ والحماية المواقع الأثرية، وهذا الحكي بإمكان وزارة السياحة والأثار تعمل على ترشيد وتوجيه المانحين للحفاظ على صبصية من خلال الحفاظ على البنية التحتية. يعني مش من المعقول احنا في 2015 صبصية فيش فيها على سبيل المثال مشروع شبكة صرف صحي، علما ان المواقع الأثرية اللي تفضلوا الجميع حكوا عنها تقع تحت التراب ما زالت، وهي المواقع الأثرية بتتدمر بسبب مياه الصرف الصحي اللي الناس للأسف الشديد بتحفر الحفر وبتنزل على المواقع الأثرية، وكل صبصية على موقع أثري. فهذا الموضوع بحاجة إلى اهتمام واهتمام أكبر، وبالإضافة للمواضيع اللي حكينا منها عليها البلدة القديمة والمتحف والشراكات الأخرى. شكرا. إذن مشاهدينا الكرام، ثروة وطنية وتراث إنساني عالمي يضيع بين سرقة الاحتلال الإسرائيلي لها والإهمال أو عدم الاهتمام الكافي من الجهات الفلسطينية والمجرمين المستهترين من لصوص الآثار ومافياتها، فهل سنرتقي كل بمسؤوليته؟ شكرا لضيوفنا وشكرا للحضور الكريم، وكان معنا السيد محمد عازم عضو مجلس بلدية صبصية ورئيس مجلس الخدمات المشتركة لقرى شمال غرب نابلس، والسيد صالح طوافشي القائم بأعمال مدير عام حماية الآثار في وزارة السياحة والآثار، وكان معنا الضيوف من بلدية نابلس وخبراء الآثار وجامعة طلبة جامعة النجاح الوطنية. إذا تابعتم هذه الحلقة من فايندر، برنامج التحقيقات الاستقصائية الممول من صندوق الديمقراطية في الأمم المتحدة، والذي ينفذه معهد الإعلام العصري في جامعة القدس، ويبث على فضائيات معنا وتلفزيونات القدس التربوي ونابلس وفرح والفجر الجديد. كما يمكنكم مشاهدة التحقيق كاملا والذي عده الزميل رائد جمال موقدي على موقع شبكة هنا القدس www.hunaalquds.net. مشاهدينا طاب مساؤكم وإلى اللقاء. شبكة هنا القدس للإعلام المجتمعي، خدمة الأخبار المكتوبة الإذاعية التلفزيونية عبر موقع واحد www.hunaalquds.net.